2 كوب سميد ناعم، ونضيف لهم معلقتين سكر على النار. منحط كوب حليب ونص كوب سمنة ومننطر بس لتدوب السمنة. منضيف السمنة والحليب على المواد الجافة ومنحركهم منيح. مندهن صينية الفرن بالسمنة، منفرد المزيج بطريقة متساوية ومندخلها على الفرن. منطحنها بالخلاط الكهربائي لتصير ناعمة. مننخلها بهيدي الطريقة. رح نضيف معلقتين مزهر ومعلقتين مي أو حسب الحاجة. مندهن الصينية يلي بدنا نخبز فيها الكنافة بالسمنة ومنرص الفرك. منضيف الجبنة العكاوي المنقوعة بالمي مسبقا وصارت حلوة. منحمرها هيك بهيدي الطريقة ومندخلها على الفرن لمدة 5 إلى 7 دقايق. منطلعها من الفرن ومنرش عليها القطر السخن، وهلأ الكنافة صارت جاهزة. صحتين من شيف وودز.